قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. من هو مسترق السمع؟ هم الجن. وقوله مسترق السمع، كلمة مسترق تدل على أنه يأخذها بخفية كشأن السارق، وفيه دليل على أن الجن يسمعون، لأنه قال فيسمعها مسترق السمع. وهذه الجملة قوله فيسمعها مسترق السمع لا تتعلق بالوحي، وذلك لأن الوحي ماذا يقول جبريل عليه الصلاة والسلام الملائكة؟ قول الحق. ماذا قال ربكم؟ قول الحق وهو العلي الكبير. ولذا قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.